اسمها دي الهلمت بيبقى فيه منها بلاستيك وشاموا. طب الفرق ما بينهم ايه؟ اللي فيه بلاستيك اللي هي بتوسع وبتضيق، يعني مثلا حد عايز يخلي ابنه ان هو يتدرب عنده مثلا 4 سنين فبيجيب الخوذه البلاستيك. طب السؤال، انت عندك كمان اللي اعمارهم اربع سنين؟ من اول 3 سنين لحد اكبر حد ممكن. ما شاء الله. طب حلو، كويس. الخوذه البلاستيك دي فايدتها ايه؟ ان هي المفروض بتوسع وبتضيق للطفل مثلا، فبدل ما يجيب خوذه كل سنه كل ما بيكبر محيط الراس عنده بيكبر فبيشتري بالزبط. هلمت لا، البلاستيك بتوسع وبتضيق ممكن تقعد معاه 2 3 سنين. وهي مصري وغير مصري؟ في مصري وفي مستورد، الحمد لله كل الموجود عندنا سواء مصري او مستورد، حتى المصري خامات بتاعته بتبقى مستورده وبنقفل المصري بتاعها. يعني انا شفت زباين دخلوا بصراحه لقيت اخذوا كل شيء من عندك، يعني الحمد لله، وحتى اغراض للخيل. الحمد لله. احنا عندنا كمان اللي هي اغراض الشامبو والشغلات بالنسبه للخيل، عندنا كل حاجه تخص الخيل سواء السروج سواء الشامبو. احنا عندنا شامبو عشان خاطر برضو الحموم بتاع الخيل. في اللي هو الايس كول، الايس كول ده بتبقى فايدته بيبقى مثلا الخيل لما يجي يخش مسابقه بيبقى محتاج ان العضلات بتاعته انها ترتخي، فلازم السبري ده يترش عليه عشان يسقع جسمه كله. والله طب حلو. لا دي معلومات جديدة. جديدة علينا. هذا لازم يعني وكل شوية بنرش ولا؟ لا، بعد المسابقة او بعد المجهود اللي هو بيعمله عامة سواء في مسابقات او غير مسابقات. وموجود عندنا برضو سبراي للحشرات عشان خاطر يحمي جسمه من اللاموس ومن الدبان والحشرات وكده، ده بيترش على جسمه كله. وفي عندنا الشنطة دي. هاي ايش بقى فيها؟ بيبقى في منها انواع كتيره، بيبقى السوبر والميني والجامبو، دي بتبقى فيها ادوات التنظيف اللي هي الازايز والفرشه بمنكاش والسياله بتاعه العرق عشان الحموم بتاع الخيل. انتوا هيك بتريحوا الزبون لما بيجي الاغراض واغراض بيلاقي كل حاجه. لا الاغراض وكل شيء يعني.